هذه البطة الصغيرة تجذب انتباه هذا النمر المتربص. يقرر النمر أن يلاحق البطة الصغيرة، ولكن بعد ذلك يحدث شيء مذهل للغاية. تتوقف البطة فجأة وتتظاهر بالموت. النمر مندهش جدا ولا يعرف ماذا يفعل. بعد فترة يقرر أن يلتقط البطة الصغيرة وأن يأخذها إلى مكان هادئ، ثم يبدأ في عضها ليرى ما إذا كانت ميتة بالفعل، لكن البطة تظل بلا حراك. مجددا يلتقطها ويأخذها إلى مكان أكثر هدوءا، حيث يحاول مرة أخرى أن يعضها، ولكن هذه المرة طفح الكيل. تقف البطة الصغيرة وتهرب من فكي الموت.